fez com... Aqui tem a força que Vitunha fez com Tayaro. ثم سكان منطقة العالية. منطقة العالية ني. في باش. باش الشمالي. شنو طالبين انتم بالضبط؟ طالبين المي. طالبين المي قاعدين بالعطش. المي برك. ما طالب حتى شيء. طالب كان المي قاعد بالعطش. ما بوش يجيبون المي ما نعرف عليه. انتم كل يوم هكا تجيبوا تعبيوا الماء؟ كل يوم. كل يوم والله كل يوم. كل يوم نجي لهنا نعبي. خلونا بلاش مي، المسؤولين اللي شادين الحكم الله غال. لا والي لا معتمد لا يجونا لا يطلعوا علينا. انتم تعبيو من العين هذايا؟ نعبوا من العين هذا. شنو وضعيتها العين؟ العين وضعيتها غير صالحه للشراب. ممسخه. مشيتوا للمسؤولين؟ مشينا. مشينا للمعتمد، مشينا للوالي مش حتى واحد يسمعنا. ما هم مسؤولين؟ والعمده ما مسؤول؟ ما باش يسمعنا. ايش نعملوا نحن؟ لما باش نشكو؟ نمشي راس دوله؟ ما لقينا لما نشكو. انتم كل يوم على نفس الحاله هذه يعني من الصباح تعبيو الماء. ومن الصباح. الحيوان بالله يصور. تيجي تغزل الحيوانات تشرب منها. انا لاحظ لها وعلى عين المكان جبتوا ليه الحيوان هذاك. ليه جبتوا الحيوان تفرج. سيد الرئيس تفرج بدنا نشربوا. انا نشربوا نحن والحيوان ها هو. ما جبتوش ما عنديش حتى كلاب ما عنديش. مواطن من العاليه اثنين. مشكلتنا كل صيف اربع خمسه شهور سته شهور قاعدين بلا ماء. قاعدين بلاش مي والمي بحذانا كيلومتر المي و100 متر والمي بحذانا ما يوصلناش هنا. حبوا نسالوك يعني كيف السيد هذا كل يوم يقطع كيلومترات؟ كل يوم يقطع كيلومترات انا وهذا العباد انا ظهر ولا هو حاشيه يعوض والله يعوض في حيوان نحن هاك شفت نشربوا نحن والحيوانات. وبعد يرجعهم على ظهر. وبعد يرجعهم على ظهر. اعطيني ترى انت نهار كامل ماشي جاي هذا يهز في المي. كيفاش هذا كيف باهي تو باش ياكل. نحن ولينا بطلنا فهمت تخدمنا. لهين كان بالمية من بلاصة لبلاصة رحنا نلوجوا على المية. نخدم نقل بضايع، خلص بثلاثة ملايين أوراق. ما عنديش تو، جي شتين ولا نساسوا فهمت على ربي. مع خدوا صيف، ناس تخدم في الصيف. نحن ولينا قاعدين في الصيف. قاعدين باش نجروا المية من كل بلاصة، هاك شفنا كيف يحبونا نشربوا من هذيك. والمية بحذانا. شنو وضعية؟ لا خويا، وضعية العين هذي غير صالحة جمل. هاني كي تجري هاني تجري حشاك على مصبة نتاع زبلة، ها وين منين تجري؟ في مصبة نتاع زبلة. نشرب هاك خلطت على الحيوان يشرب هاك خليط كلب يشرب وجي يجي حاشاك البهيم يشرب وكل شوي نحن نشربوا هكاك ولينا مواطنين درجه ثالثه ورابعه ما عادش مواطنين نحن اللي معناه في كل بلاصه في الجنوب يشرب في الشمال يشرب في كل بلاصه يشرب في مزارة يشرب في تونس يشرب في المي ونحن بلاد المي نحن باشا بلاد المي وبلاد الخير عطاش نقعدوا بالخمسه شهور سته شهور يرجع المي كان في الشتي شنعمل بيه هنا في الشتي هاي قول لي شنو نعمل به هنا المي؟ شكيت؟ مشيت للمندوبيه، عندي مراسلات مراسلات في المندوبيه في المعتوديه في الولايه، شكيت ما فماش حتى واحد، تمشي لي يقول لك اخويا برش كي رئيس الدوله، انا ما نجيش كي رئيس الدوله، مع ان كان ربي ولا رئيس الدوله، مع ان حتى واحد. والماء حق الماء حق في الدستور، الماء ضايع حق في الدستور. كان ما عندناش حق وما عندناش توانسه يقول اخويا ما عندكمش حق وما كمش توانسه، ما فما حتى مشكل. اخويا ما يحبوا يجردونا من الهويه نتاعنا لان احنا مش وين يحبوا يجردونا يجردونا هاك شوف مع شكون نشرب نشربوا مع الحيوانات نشرب ها وراجل كبير وحاج بتربي وانا على علم يعرف كل شيء كل سيفك بدون واحد يجيبها كل واحد انا الزبادين جايبهم الدجاج والكلاب من جريه مازالوا كيولدوا ركيز جايين للبدون عاد شرشير الماء نقسموها كار كار حاج كيفاش تعيشوا انتم المعاناه نتاعك الماء كيفاش تجيبوا الماء؟ تو كيفاش نجيب؟ مثلا من على الماء تنكت كيف كيف يمشي يشد اربع صوص الشباب يشد والشايب ليه ربي خلي اللي عنده بقيره ليه ربي ما ثم شيء يعني تعبين انتم والحياه تعبين ياسر تعبين ياسر هذا يا ولد المنطقه معناها كرهبتها قاعد تجري ساعه ساعه يجيب لنا بدون من خمسه ها هو معناها متكلف مسكين لا ياخذ لا فرنك لا ريال على الشعب حكيتوا مع المسؤولين حكينا تجي المسؤوليات وحكينا شيء مثلا اي ما يسالش ما يسالش ما يسالش مثلا قداش عندكم على الوضعيه هذه؟ الوضعيه هذه عندنا توا عامين وقيله اكثر اكثر
يا تو من هذايا انا جيت 2011 هذا يا مسكين يجي الكهرباء نشحتوا بها تنجيب بدون ليني وبدون هاك نقسموه بدون بالكهرباء. صح انا مصاب بالتعذيب نتيجه معاناه كبيره تعبين ياسر والله ما عندك ما ثاني وبيت ربي يا سليم صلي وقت واحد نلمهم الظهر والعصر وساعة صار الخمسة المي ما ثم اتصلتوا بالمسؤولين باش يوصلوا مشكلتكم ما يقول لكمش حل شيء ما ثم شيء يهنوا فينا ما ثم شيء يهنونا والقبض ربي هذا الجمعية المائية علاش قصوا عليكم انتم؟ حكم ربي خلصين اموركم واضحة؟ خلصين كيف المي مع شيء الجمعيه يقول لي كسروا اليوم الجمعيه اللي حشد الجمعيه ليش شاكي به للقضاء حطوه رئيس جمعيه ليش كيف رئيس جمعيه نصر هذه تونس هو يسقي علاش يسقي بكرم والزيتون خلينا بالعطش احنا عاملينها بالشراء هم يسقوها بكرم والزيتون هاك قدام برط له شو كي لا يخلونا بالعطش لا تغزر القايل نروح باش نقايل على راسي اللي هو باش يرتاحوا معناها المشكل تاع الماء الصراحه للشرب. انا اصلي من واد الكرام الكيس مكسر باهي المي مقطوع جمله ما عندناش ما جمله مازال يهزوا على البيم وعلى البيض يسموا هذوما معدين المي قبلنا انا عندي من عرس لهنا 25 سنه المي ما فماش كنت نعيش حاله جيت نعيش حاله اخرى لا فما ماء لا فما كياس لا فما كيران جيت هز صغارنا صار نحطهم في قلب الجبل الغادي البنات تروح وحدها كيفاش انت بنتك باش نجم تصيبها يعني في المدارس في الليسيات في بيجا الليسيات ما بيت كي يروحوا نهار الجمعه ما يروحوش يروحوا كياس مكسر سلام هذوما الاولاد نتاعنا والنقل عنده الحق معناها ما يطلعش كياس مكسر كرهو نتاعنا كيف باش نجم نهز به الكياس هذاك الكياس اللي احنا انتم كيفاش تجيبوا في الماء تو كيفاش على البهايم مازلنا في جهل البهايم 2022 شفت العصر هذا نعيشوا فيه معنى الماء المعنى الماء موجود لهنا عندكم معناها فما عندها ما حابش يتحرك باش يعدي لنا الماء عدى الجمعيه عطاو جمعيه على نحنا لا ماهمش موجودين في الخريطه تاعكم قد ايه برشا انتم السكان لهنا برشا يمكن حكايه 30 عائله ويمكن اكثر هذا يعني اللي عملت العباد الكبار اما العائلات الاخرين ما حسبتش يعني في الصيف انتم تعبتوا برشا لهنا جمله هاك باش تمشي وتشوف العين ما كاين انا جيت من دارنا راه جيت قد ايه تمشوا من كيلومتر باش توصلوا للعين بالاضافه لهذيا معناها بالاضافه غير كافيه معناها باش تزود هذيك تمشي ليله مع نهار هكاك ما نحن تتقصى شويه تتحل ما عادش تتحل يعني اليوم في سخانه 45 ناس بلا ماء تمشي وتشوف العين ما كاين تشوف كل شيء بعينك تشوف كيس بعينك بالك انا الحيوان جبت هذاك ولا عضايا جبتو المسؤول عين المكان تو انت في تو العمر كي نشكولك ما كنت مسؤول انت تعمل لنا حل هو لا هو بايعنا هذا خدمه احنا نحبوا دولتنا مريض نحبوا دولتنا مريض نحبهم يجيبوا لنا الماء مش كان احنا من ولاد الكل من باجة جندوب الكير سليان كل كيف كيف رب سبحانه وخير الله ربي يهدينا لبعض ان شاء الله ما نخبوا نحن على مدار ما يقولش انا عديت عليه هو يشرب يروح الدار مرحبا بكل مشاهدي تونس الرقمية وتونسية لبنانيك احنا متواجدين في منطقة العالية تابعة لمعتمدية باجة الشمالية كما تشوفوا اليوم وضعية المواطنين معاناتهم اليومية من أجل يعني أنهم يجيبوا قطرة لصغيراتهم والحيوانات نتاعهم اليوم تقريبا المعاناة نتاعهم تبدأ منذ الفجر باش يجيبوا قطرة المياه كما تشوفوا المعاناة والعين يعني اللي يشربوا منها تقريبا الوضعية نتاع التدفق نتاع الماء ضعيفة برشا يعني يبقوا سويعات باش يعبيوا يعني الماء نتاعهم نحن شنو نعملوا برئيس دولة من؟ خلونا بلاش مي؟ تو هو عبقر هبت يجيبني منين نقعد بلاش؟ خلونا بلاش مي؟ هيك تخزر، اللي جايب البودي
هذا مش نشرب هذا لازم نشرب منه ومصر. هاك شوف الواحد حتى على كلاوية على واحد مش الولو صافو في الدم كله ولا غير ربي سطرنا عايشين بقدرة ربي يعني عايشين كتو العمدة بعضيكم معانا ويرقين الميل لا يقدر كيس مكسر ما فهم نرحلوا منها كان عندنا بلا صخرة أنا مشغول نحن توانسة راه توانسة توانسة مو باش نولي هاك تخزر في الحال هاك تخزر تصور وخزر بعينيك هنكذب عليك ناي والبوتين هاني شايفها بار والله نشرب ويا هذا نحن كلنا توانسة راه